أيها السادة، أثار مشروع المرسوم المتعلق بتحديد تمثيلية المركزيات النقابية أخذا وردا في صفوف المركزيات بين مبارك ومتحفظ ورافض، ولاستجلاء الموقف واستبيان المسوغات والبواعث لدى كل طرف، ارتئينا أن تكون حلقة الليلة من برنامج ملفات نقاشا مفتوحا حول هذا الموضوع. أطراف النقاش: رأي الحكومة ممثلة في وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، ملاحظات المركزيات النقابية، تساؤلات واستنتاجات الإعلاميين. أيها السادة، أرحب باسمكم بضيوف هذه الحلقة الخاصة: السيد وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيد معالي والمحمد خونة. مرحبا سيد الوزير. ومعي لتنشيط هذا اللقاء الحي زميلاي موسى صنبسي المدير الناشر ليومية لكوتيديان دي نواكشوت. مرحبا موسى. وزميلي الإعلامي شنوف المالوكيف المدير الناشر لموقع الطوارئ. مرحبا. إذن بدءا معالي الوزير، السؤال الذي يتبادر للذهن: لماذا هذا المرسوم؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. أولا شاكركم على إتاحة الفرصة لإنارة الرأي العام لدى المرسوم. هذا المرسوم يهدف لتحديد التمثيلية النقابية وإجا تلبية التوجيهات النيرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، اللي أمرنا بإعطاء كل حد حقه من أجل السلم الاجتماعي. هذا المرسوم يحدد فيه شنو هما المنظمات النقابية اللي عندهم الحق يتكلموا باسم العمال، اللي عندهم الحق يتكلموا باسم أرباب العمل. هون يلا يعود واضح لنا لأن هذا حق للعمال وحق لأرباب العمل أن يعود يمثلهم ويفاوض باسمهم ويوقع باسمهم، لا حد مخولين لهم على أنه يفاوض باسمهم والله يوقع باسمهم. وإذا قانون سن أعلننا نحدوا شنو هم ذوك المنظمات النقابية وخولها الوزير الشغل أن يحددهم، وهنا لا سنينا المعايير والقواعد لياك نقدوا نحدوا. إذن معالي الوزير، طبعا نشرك الزملاء ونذكر أيضا السادة المشاهدين أن آراء المركزيات النقابية موجودة عندنا ولكن نطلع عليها بين الفينة والأخرى. لكن نعطي الدور الأول زميلي موسى، تفضل. شكرا. أنا فقط اخترت أكثر ملاحظة من سؤال بلي أظن عن المرسوم. قال فيه الوزير مثلا ما فيه ما يطرح أي سؤال على كل حال، ولكن فقط الملاحظة هي عن بغض النظر عن تعليمات النيرة ولا ما، هو نص جاء أولا قبل كل شيء عن نتيجة لنضال سنوات من النقابيين مطالبين، واحدين منهم ما هم كاملين، من واحدين ما هم مخالفين، مطالبين بسن هذا المرسوم اللي تطبيقي فقط للقانون الشغل الموريتاني. يا غير ملي، إضافة إلى ذلك خلقت قرار في الجمعية العامة للمنظمة العالمية للشغل السنة الماضية في جنيف، وقبضت في قرار عنها تلزم السلطات الموريتانية بأخذ هذا القانون قبل المؤتمر اللي انعقد 2014. إذا عندنا مهلة أعطتها المنظمة الدولية للشغل الحكومة الموريتانية
عنها فرض عليها تسن هذا القانون به اللي هو مسلسل عنه من 2004 هو متواصل حتى الآن. من 2004 ما خلق أي مرسوم تطبيقي لهذا القانون يمكن النقابات من عود عندهم تنزيل الحق. صبحت عندنا اليوم 21 نقابة مركزية نقابية وفيها اللي لا عنده كرطاب لتوه ماشي ويتكلم باسم الحكومة. الحكومة على تديره في الوفود وتديره في المجال الإدارية وتديره في المكان. فعلا هذا القانون لا يمكن الحكومة أولا تكون عندها رؤية واضحة تعود تدير لا حد يمثل فعلا العمال عنده فعلا نقابة عندها منتسبين وعندها فعالية ومنتشرة على التراب الوطني وعندها مصداقية ونفاو على الأقل في النطاق في مجال النقابات تصفي الرواية اللي واقعة في الأحزاب وفي الصحافة. تفضل شنو. شكرا. السلام عليكم معالي الوزير. سمحونا أن نطرح عليكم أسئلة تريد تعود تمثل على الأقل الطرف الآخر. لا أحد يشكك في نيتكم الصادقة لحل مشكلة الشقيلة، لكن عند بحثنا يمكن الخروج بتصور أن الآلية التي أخذت ليست الآلية الصحيحة لذلك. بمعنى أنتم قصدكم هو عنكم تعدلوا شيء متفقين عليه الشقيلة الموريتانية ممثلة بنقاباتهم، لكن هذا المرسوم ماركاتي اللي خلق رافضته 18 نقابة من 21. هل تعتقدون، السؤال الأول، يكان من المنطقي عن حكومة ناتجة عن انتخابات إذا حكومة ديمقراطية تقبل تمشي بمسار التسيير الشقيلة أكثر من 18 نقابة من 21 نقابة ضد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما رأيك شنو نجاوب على السؤال الأول ونعود نرجع لأنه طبعاً. السؤال محوري. 18 نقابة من مجموعة 21 مركزية، 18 رفضت والله بدأت على الأقل ملاحظات، لأن البعض رفض بات والبعض قدم ملاحظات يعتبر أنها يا الله تخرص في مشروع المرسوم. شكرا. الله اللي أعلن يا الله تحدد لي يكانهم ذا اللي ما يبين عنه سن قانون قاع سوه هو شنو يحدد تمثيل النقابية. والله يكانهم اللي رافضين هذا نحددكم هذا المرسوم نحددكم وشن هم النقاط في هذا المرسوم اللي رافضين. والله نحددكم حسب تحقيقنا عنهم قط عدلوا اتفاق والدولة مستمرة، نظام الدولة مستمر، عدلوا اتفاقية 2008 محضر مع الدولة الموريتانية وعن لا يتعدل صيغة معينة للانتخاب ووافقوا عليها فرف وعندنا جيتوا انتم وعدلتوا قانون ما شاورتوهم عليه معنكم معن القانون ينص عنكم عنكم يا الله يستشار على الأقل المجلس الأعلى للشغل في شيء، يعني الشغل انتم ما استشرتوا حد وعدلتوه في الظلام. نعيد لكم مرة أخرى عن ما نمشكين في نيتكم، لكن الطريقة القانونية لعدل بها ما هي صالحة. وشوف حسب الآراء. وشوف اسمعني وضاح لك مسألة، لأن هذا القانون ما عدل في ولا ولا يجد يعدل في ولا أولا ملي وعندك مدونة شغل قبل مادة 90 تقول أن وزير الشغل هو اللي حدد التمثيلية
ولا يطلب منه انه يستشار المجلس مجلس الشغل يستشار لا مصالح الإدارة إدارة العمل. هذه واحدة. مسألة ثانية، المنظمات كتبت لنا فيونية ومشات لنا على انها تدور تحديد تمثيلية وتدورها على أساس اتفاق قطوا عدلوه 2008، إذا هو ذاك اللي عنده رسالة تمثيلية اللي عدلوه ذا، وجاتنا الرسالة اكتبنا المكتب الدولي للشغل أعلننا في صدد تحديد التمثيلية النقابية وندوره يمشينا خبير يشارك معانا في الرأي في تحديد الوسائل لها، ومشان خبير وعيطنا لجميع النقابات اللي موجودة في موريتانيا وجاءوا وحضروا وجاء الخبير أعطيتهم رسالتهم قلت مشيتوا لي هاي الرسالة الدوروني نحدد التمثيلية على أساس هذا المحضر، قولوا لي الطريقة اللي تدور الخبير ذا هو بين يديكم وحلولي في شيء ما هو هو اللي كتبوا لي. وفات الجلسة وقلت لهم على أن كلهم يمشي ويعدل لي رأيه يكتبه ويمشي لي برأيه بالطريقة اللي يا الله نسنوا بها تمثيلية نقابية وكتبوا لي. شوف مشاو لي الرسالة عندي في أهل النقاء النقطة الأولى إيش فيها؟ تأكد تأكيدنا على على ضرورة تحديد التمثيلية وبأسرع وقت ممكن كاتبينها. مسألة ثانية ضرورة اتخاذ تدابير مراسيم ومقررات. النقطة الثالثة أن اللي له يعدل يعدل على أساس هذا المحضر. في جماعتهم تباينت الآراء وإذا هو اللي عدلنا علينا قلنا لهم كلهم يمشي ويعدل يكتب لنا رأي. ما قال الفقرة التالية وطلبوا الفقرة التالية وطلبوا الفقرات وطلبوا هذا طلب إن تشرف لجنة ثلاثية على ذا اللي له يعدل قال في الوقت اللي هم متباينين آراءهم وأنا ما أضيف لنا نتقدموا ما هامي علينا نبقى أنتم وقعود. مشات الجماعة على خرم ولي رسالتها وذا هي ايش فيها من النقابات الجماعة الأخرى؟ هذه فيها نقاب السجتين وحدها. أنا أقترح سيد الوزير وكذلك الزميل شنوف أنه ما دمنا نتحدث عن المركزيات النقابية نفسها ولها معنا على البلاتو نشوف التسجيل الأولي لساموري والبي اللي هو الأمين العام للكونفدرالية الحرة العمال موريتانيا باش نطلع على وجهة نظرهم ونعمقوا اللي في التشرت ولو طبعا عدنا الوقت مع الوزير. هذه القضية اللي يكلم عنها ذو الأيام في المواقع ووسائل الإعلام اللي تعلق بذلك اللي قالوا تمثيلية نقابية يتمثل اليوم في أزمة ناشبة بين الوزارة والمركزيات النقابية والسبب ذاك هو لأن الوزارة مشات ودخلت رأسها في عملية بصفة أحادية والعملية ما تعنيها قاهية به اللي الله تعود حيادية فيها تخص بالفائلين. الفائلين هم النقابات العمال ونقابات أرباب العمل وهم كدولة عندها موقف كحكم والوزارة ظهرت من خلال المشروع اللي عدلوا استهداف واضح للمركزيات النقابية القائمة وظهرت أيضا أنها اللي عدلت عدلتهم قمض عينها عن رجال القانون به اللي في خروقات جسيمة للقانون
ما فهم أي مرن شيء دواسي لأن مقرر والله مرسوم أنه يقوى لقانون هذا اللي قاله مدونة الشغل قانون ومنظم اللي قاله قطاع الشغل وبنوده ما عاد قد تتغير ما هو بفعل مراجعة لقانون مدونة الشغل بينما ذي اللي جاب المرسوم مسائل بالحق تتناقض مع بنود قانون اللي بالحق مسير مدونة الشغل وجابوا ملي بطريقة بالحق تحيد المركزيات النقابية بشكل كلي وفعلي ومسار أيضا تم بشكل أحادي ما حضروا فيه المركزيات اللي هم في الأصل المعنيين بهذا المسار وهناك اتفاق ثلاثي بل رباعي تم التوقيع ليه 2008 بين المركزيات النقابية آنذاك والكونفدراليات اتحادات أرباب العمل آنذاك والدولة بإشراف من المكتب الدولي للشغل هذا الاتفاق كان هو لشكل المرجعية وآنذاك وعدل النصوص المنظمة لهذا وقدموا للمجلس الأعلى للشغل وصادق عليها وكان في الانتظار تقديمه لمجلس الوزراء قبل أن يتم الانقلاب 2008 وتعطلت العملية منين ذي السنة اللي هي وذوك الأسس طبعا هم كانوا الأسس السليمة به اللي كان هناك مسار توافقي وكانت هناك قاعدة مبنية لأسس مرن تتماشى مع الرؤية اللي عند المكتب الدولي للشغل ومع الفنيين اللي حضروا واللي كانوا عطروا مرن الفاعلين المعنيين بذاك وكانت قضية بالحق مبنية على قدر من الشفافية هذا الوزير جا ونسف كل شيء وغير كل شيء وجابوا ملي في اتجاه معاكس نهائيا اذا هذا باطل هو موقفنا فهذا وطبعا احنا رافضين بشكل ملي كلي وطرحنا الموضوع للمكتب الدولي للشغل وللمنظمات الدوليه النقابيه اللي ايضا مهتمه بشكل كبير بذا اللي قالوا التمثيل النقابيه إذن هذا رأي السيد السامري البجلمي العام للكونفدرالية الحرة العمال موريتانيا ويلخص الأفكار اللي كان يتحدث عنها زميل شنوف وأيضا جاب أهم المعطيات اللي جات في بيان المركزيات النقابية 18 مركزية نقابية اللي اعتبر على الحديث عن التمثيلية النقابية أنه محدد على أساس مقاسات معروفة سلفا حسب البيان شنو ردكم سيد الوزير؟ شكرا. شوف إلين كتبوا كل جماعة كتبت رأيها تصلت عليهم كل واحد سولتهم يا كان اللجنة اللي طالبين على أن نعينوا وتشرف على تعديل المرسوم اللي الله يعدل يكانهم فاتوا عادوا عارفين ذا اللي له يقترحوا في اللجنة ما ظهر لي فيهم على أنهم يتخموا قاع في ذا اللي بين أيدينا اللي مطلوب لا يتم الحال بحاله ولا يغير شيء عن حاله أقبضنا عدلنا المشروع ووزعناه عليهم كل نقابة مشينا أهلها وجاه وقلنا لهم أنهم يمشوننا برأيهم على ذا اللي مقترحين إحنا ذا هو يقولون ذا اللي رأيهم فيه وجمعناهم عقب ذا ندورهم يقولون رأيهم في ذا اللي هامنا نسنوا غير هم ما هامهم على أني نسنش ذا هو اللي فهمنا فيهم يا غير بعد ذا المحضر اللي قالوا على أنه يعدل على أساسه
أنا ندوركم تقبلوه معايا نقطة نقطة نشوفوا يا كان المرسوم متعاقب عنه والله ما هو متعاقب عنه إذا المحضر لا يتاغط أحد الله هاي أوكي شو داير كسيوني مرأة إنهم متوافقين على إن يخلقوا انتخابات إلكسيون بروفيسيونيل ها المرسوم مات رقم اثنين قالت على لي زيلكسيون بروفيسيونيل انهم عادوا للبصاهي اوبليجي مات رقم اثنين هذه نقطتهم الاولى النقطه الثانيه هذا مولي قرايته رواله بحالته شو هو هون شو هذا مديور امبلوير هو بالفرنسيه ادمنستراسيون ترافايير وسينتيز هاي النقطه الثانيه اللي يفهم فيها على انهم متوافقين على كل مؤسسه فيها 30 عامل الى 50 والله 50 هون امبلوير اقترحوا 50 الاداره اقترحت 10 والعمال اقترحوا 30 الإدارة اقترحت 10 به للقانون سان 10 كل شركة كاملة فيها من عند 10 لفوق لن يعدلوا فيها انتخابات مهنية هذا ذاك القانون اللي بنيدي هم توافقوا على أن تعدل 30 احنا بعد القانون هون فهذا المرسوم ما هفتنا الحق من هذه النقطة به اللي هذه لا يتنحد إلا هو مقرر يا غير هدو عارفين على المقرر ما يقدر الصيت يتناقض مع القانون اللي عندك القانون قال إن كل مؤسسة فيها من عند 10 فوق يعدل يطرح فيها كيس ويتنافسوا عليه وذاك اللي لا ينجح ينعطاله ممثل عن عمال هذه نقطة إذن هذه ما فاتنا لحقناها النقطة الثالثة هم شوف اللي زام بالوير دايرين 54% سينديكا دو باز و 25% سنترال معناها اعلن الين تلحق نقابه 50% تعود يعتبر على انها تمثل ولين تعود على المستوى الوطني اللي هي سنديكال سنترال سنديكال 25% على المستوى الوطني بالنسبه للاداره كانت مقترحه 50 و30 وبالنسبه للعمال كانوا مقترحين 50 و18 خرصت المرسوم اللي عندك درنا 10 شركة فيها 20 عامل اللي منهم إجبار عنده لا عاملين نعتبره على الوطنية ما عندي بنقصينا منهم حد هم كانوا قابلين قاعد تعود 25 و18 احنا درنا 10 قرار يكون بين هذا بشكل تفصيلي غير معي الوزير فهم الإشارة اللي قال لك السامري ووردت في بيانهم لا حنيني لين نوفي هذا المحضر تفضل تفضل لين تتأكدوا على أن المحضر اللي دوره هم على أنه يطبق على أنه مطبق تفضل النقطة الرابعة شو النقطة الرابعة يدوروا قالوا إن كوميسيون تري بارتي احنا سنينا في هذا المرسوم ان كونسي ناسيونال دي ديالوغ سوسيال بصفة ثابتة ولا يعود عنده صلاحياته ويعود ثابت ما انها لا لجنة مؤقتة دايرين هون كامباني أموا ذاك المقرر هو اللي يحدد ذاك ما هو مرسوم مرسوم في ناس ما قالوا اللي تا ما ذاك أنا ما فهمت كانهم يدوروا الدولة تمول حملاتهم هما والله شنو ذاك أنا ما فهمت في ناس ما اللي تا ذلية في ناس شنو إحنا هون حددنا على أساس إيش على أساس انتخابات كانت تجري بصفة عادية وفي الشرايك خارج الوظيفة العمومية ما قطع يعدل في انتخابات نسنوا على أنهم لا يخلقوا على حساب من على حساب القطاعات اللي تابعينهم الأسلاك وفي القطاع الخاص كل شركة تعدل انتخاباتها أصلا إذا ما فهم إن شرج يالله تقبلها الليتا
هاي في ذي النقطة الرابعة. مثال حنين مثال النقطتين هون في المحضر. والله. ذات النقطة الخامسة. هون متوافقين على أن يعود مدتهم 4 أيام. المدة اللي درنا فيها 4 أيام. النقطة السادسة على أنه ينقبض بار دكري أريتي هاي الكاتبين. هذا اللي يبغانا ينقال له دكري. أنا نبقي نعرف تبين لي ذي اللي تعاقبنا عن هذا به هو شنو؟ أغلب بشكل عام وجه التناقض في نظركم فيما يتعلق مثلا ما بين المدونة والمرسوم اللي أشار له الساموري وأيضا ورد في البيان. المدونة والمرسوم ما يقدروا يتعاقبوا. المرسوم مقبول تطبيقا للمدونة. هو متعاقبين تفضل متعاقبين. قول لي بقى. أولا فترة التمثيل. شنو؟ فترة التمثيل في المدونة سنتين. وفي المرسوم اللي عندكم 4 سنوات. ايوا شو لا يتعاقب لك مثلا يوك سنتين اللي ديليغي دي بيرسونيل هذه لا ريبريزونتاتيفيتي سينديكال. قلنا علن لا ريبريزونتاتيف سينديكال انها الاخبار الارتيكل ده انها لا تعدل على اساس الانتخابات اللي كانوا هم يعدلوا بور ديتيرميني لي ديليغي الا نتائجهم هي اللي نقبوا احنا يعملهم يعدلوها كل عام. يا غير احنا العام اللي لهي يوفوا فيها منضد لا ريبريزونتاتيفيتي لهي نقبوا نتائجهم اللي مكيف انهم هما كانوا يتنافسوا بها ديك النتائج هي اللي على اساسها لهي نحدوا لا ريبريزونتاتيفيتي سينديكال. اذا على انه ما هو متناغم 4 أيام لا ريبريزونتاتيفيتي وسنتين اللي في القانون ديك اللي ديليغي يعود واضح. تفضل مسلم تفضل. مداخلة رئيس ساموري هو عن ذاك المشروع اللي كان مبارك معاه من 2008 هو اللي مناقض والمنافي تماما لمدونة الشغل. أقصى والحق. به اللي كان له سن انتخابات عامة. ما يخرج انتخاب المناديب اللي خالق حالا اللي هو معمول اللي وهو المرسوم اللي قبض النقاط الثلاثة اللي أصلا في المدونة وزادهم دي عنه بواحدة. الانتخاب العام الكوتيزاسيون الانتشار على امتداد التراب الوطني ذوك المعايير اللي يلتبع. وانا بقى حتسب اللي رأيت من النقابات كاملة واللي رأيت من عن ذلك لا يمشي في اتجاه ان لا فقط لهم قبض بعين الاعتبار التمثيل لكل نقابة وقولان عن 18 نقابة ضد وهي 18 نقابة تقعد ما تمثل 5 من العمر ما نعرف تقعد تمثلهم كاملين. يقول قاعد هو القانون هو اللي يمكننا نعرفوا كل نقابة تمثل شنو وزنها شنو هو موجود الفعل كان يعطي تعود موجودة في لجنة ثلاثية ولا رباعية ولا خماسية والله كان يعطي تعود. نحن ذاك عندنا مشكلة الـ UTM اللي كانت نقابة لوحدها وحدها هي الموجودة وكان دائما قريبة للدولة وتمتلأ قريبة للدولة يعني خلقت مولى الديمقراطية قاعد هي نقابة حكومة اللي قريبة من الحزب الحاكم ولو نقابات قاعدة مولى مستقلة هي عندها التمثيل ذاك حكما في كل الهيئات يعمل صندوق الضمان الاجتماعي يعملوا الأكنام يعملوا المؤسسات والمجالس الإدارية كاملة وعاد قاعد تمثيل نقابي طارح مشكلة به اللي عادة كاملة لا مساي استفادات شخصية من كل من منصب والله من كذا وأظن عن هذا القانون لا يحل لك المشكلة باللي عادة يخرج التمثيل يعود بعد التمثيل كل الرجال حسب اللي عنده من المناديب في كل القطاع وفي امتداد التراب الوطني جاي عن انتخابات مولي حاضر لها كاملة ولا يطيح ما سند دراوته حد عنده تمثيلية. شو النقطة اللي زدنا هم كانوا 4 محددهم محددتهم مدونة احنا ضفنا نقطة شن هي احترام القيم المنصوص عليها في الدستور لا تنساو علن 2012 خلي قاعدنا ما عنده ما نكون سنة المادة الثانية وانضافوا وحدوا قيم يا الله يتحلى بهم المواطن الموريتاني هذو القيم اللي يا الله يتحلى بهم المواطن الموريتاني طفنا علن يا الله النقابات تتحلى بهم ما هو شيوخ هي رقم واحد هو لا في نقاط اللي يعنوا المرسوم نعم فيه ياسر من الإنشائية قاع اللي ما نعهدوه في المراسم شوف مرسوم لين عدل خلاصة له. أعطينا نموذج من الإنشائية مثلاً بالنسبة لك. شنو؟ الإنشائية احترام حرية الرأي ورفضية تمييز أو قلو أو عدم تسامح
هنا رواية الاستقلالية النقابية عن الأحزاب السياسية بمعنى الحرفي أن العمل النقابي يتميز عن العمل السياسي، هذا أشبه بالنصيحة من القانون. إحنا لا وضحنا في المدونة اللي عندها مادة 265 قالت لها الاستقلالية، إحنا هؤلاء الناس لا ينقطهم ونعرفوا القدامي منهم من الوراني، لين تعود مطروحانا لا الاستقلالية لا ينفسروا لهم الاستقلالية بالنسبة لنا شنو؟ الاستقلالية بالنسبة لنا استقلالية النقابة عن رب العمل وعن الأحزاب السياسية، العمل النقابي والعمل السياسي ما هم واحد، النقابة تعدى العمل السياسي من درا كان تفسير النقابي تفسير القوانين من صلاحية الحكومة ولا القضاء. شوف اسمعني، الحكومة تطبيق القوانين، حكومة تطبيق ده اللي لها ينطبقه، نظرتنا له وتنقيطنا له، الصبح لين طول واحد الزيرو على على الاندبندنس لا يقيم العيار، لا يقول الاندبندنس بالنسبه له هو ما هو كذا، لقينا الاندبندنس هي الاندبندنس فيزا في دي لامبلويير والاندبندنس فيزا في دي بارتي بوليتيك. اذا نحدوا لهم اذا الياك يضاح لهم ربما معيار التحديد شنو؟ مثلا اذا قبلنا الاستقلال عن الاحزاب السياسيه شنو معيار التحديد؟ ذا هو هذه النقاط الخمسه، احنا قلنا لن القبول الحتمي هي الانتخابات. الانتخابات ما اضطرينا من الانتخابات ما كانت خالقه الا الانتخابات اللي كانوا هم يتحافروا عليها، نتيجته هي اللي هنا قبضوا احنا، الانتخابات اللي كانت تعدل اللي دلقي الممثلين العمال نتيجته هي اللي هنا قبضوا احنا ونشوف اللي منهم في مؤسسة عنده 10% يعتبر على انه يمثل وتم يحظى في جماعة ذيك المؤسسة، 10% معناها انها 20 عامل في شركة لين تعود نقابة عندها لا عاملين تعتبر انها تمثل، هذا ما عندي منها صعبنا عليه. 10 في الاقتراح ذاك اللي درفت يا غير ذي اللي خاض في المرسوم وذا هو 10 على مستوى المؤسسة وعلى مستوى القطاع وعلى المستوى الوطني كلهم حددنا النسبة اللي لين يجبر الواحد يعود يعتبر على انه يمثل. ونفس الشيء في الوظيفة العمومية على مستوى السلك وعلى المستوى الوطن النسبة اللي تنجبر 10% على المستوى السلك و 5% على مستوى الوطن من الموظفين كاملين يا غير ضايفينهم على انه لابد من يعود عندهم نقابتين في التعليم ونقابتين في الصحة ونقابتين في الوظيفة العمومية الاخرى. واضح. ايوا فهم مولي لين نقاطهم شوي يسمح لي شنو نرجع لكم لين نضيفوا وجهه نظر اخرى مركزيه نقابيه. قبيل شفنا راي الامين العام للكونفدراليه الحره العمال موريتانيا، درك نشوفوا السيد محمد الحبيب الشريف وهو امين الشؤون القانونيه بالكونفدراليه العامه للعمال الموريتانيين. الاسم محمد الحبيب الشريف، عضو المكتب التنفيذي بالكونفدرالية العامة للعمال الموريتانية. بخصوص موقف المنظمة من المرسوم الذي تم المصادقة عليه في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، خصنا نقولوا على أن التمثيلية صفة التمثيلية النقابية وطابع التمثيل للمنظمات النقابية محددة في قانون الشغل الموريتاني 017/2004. يعني هذه المواد المقتضيات التشريعية ما قطت دائرة موضع التنفيذ إلا مؤخرا خلال في بداية شهر أبريل الماضي 2004 الوزارة المكلفة بالشغل بدأت سلسلة من المشاورات مع المنظمات النقابية بخصوص التحضير لتحديد منظمات الأخوة التنفيذية. غير مولين اختيروا نقولوا أن ذا جاء نتيجة أو ثمرة لنضالات خاضتها المنظمات النقابية واللي من ضمنهم الكونفدرالية العامة للعمال الموريتانية خاضوها لسنوات طويلة واخذوا بيانات وطالبوا بتفعيل المقتضيات الناص عليها المدونة
وإحنا كمنظمة قدمنا حتى شكاوي من الحكومة الموريتانية لدعم منظمة العمل الدولية بهالخصوص، لأنه كانوا دائما يعينوا ممثلين العمال في مؤتمر دولي الشغل مع دون مراعاة هذه المقتضيات، وكنا دائما طالبهم بهم وقدموا الشكاوى على هذا الأساس، وعادت اللي تم اتخاذه يعتبر كأنه ثمرة لديك الضغوط الداخلية اللي قامت المنظمات النقابية خاصة الكونفدرالية العامة الموريتانية، وكذلك لمطالبات مؤتمر العمل الدولي منظمة العمل الدولي اللي طالبتهم فعلا أنهم يعطوا يحسموا القضية بهم اللي ما قد يتموا يكون يعودوا العمال عندهم ممثلين عندهم الصفة التمثيلية به اللي فهم فرق بين الحق في التنظيم اللي مكفول للناس كاملك المدى تعدل منظمة نقابية وبين إضفاء الصفة التمثيلية اللي تسمح للمنظمة أنها تقدر تتفاوض باسم العمال وتوقع باسمه وتشارك باسمه وعاد كأن هذه الفوضى اللي كانت سائدة كان لازم أنها تتوقف. على كل حال بدأ مسار المشاورات قلنا أنه في أبريل 2014 وأدى إلى اتخاذ هذا المرسوم. على كل حال إحنا كمنظمة ككونفدرالية الموريتانية شاركنا في هذا المسار وتعاطينا معه إيجابيا وقدموا لنا مشروع المرسوم وقدمنا عليه ملاحظات. من بين هذه الملاحظات أن اقترحنا على أن يحدد أجال المفاوضات، قلنا نختاروا أن على المستوى القطاعي المستوى المهني يعود على الأقل في المفاوضات مرة في السنة، ونعود المستوى الوطني يعود كل سنتين على الأقل في المفاوضات تعدل فيه مناقشة القضايا. وقدمنا جملة أخرى من التعديلات ما نعرفه كان هم قبلوها كاملة بعين الاعتبار في مشروع المرسوم ما بتنشونا ما توفوا يعني نشوفوا شو كان قبلوها كامل بعين الاعتبار، لكن إحنا بعد عدلنا للعين. فهم بصة مجموعة أخرى من المنظمات النقابية اللي يبدو أنها بنتيجة ربما لبعض الحسابات ضيقة ما بقات تمشي تواكب هذا المسار، وبدأت نلاحظه في الفترة الأخيرة نوع من الانتقادات ويقولوا أن هذا المرسوم أنه جاء على مقاس وأنه معدل وأنه كذا. أختير نوضح على أن لا ينساو نوك المنظمات اللي يقولوا هذا في موحدين كانوا يطالبوا بهذا، وإحنا عندنا وثائق فيها بيانات موقعة معاهم هم موقعين يطالبوا بتطبيق المادة 90 والمادة 265 المتعلقة بتاعت المنظمة الكرطمية، وأن الحكومة ذيك الساعة كانت تابع عن تطبيقهم. اليوم هم عادوا يبدون هم قابلين الموقف اللي كان عند الحكومة ذاك، من صدت الحكومة واستجابت المطالب نحن كنقابات وعاد هم تعدل طبق القانون وهمها تعطي لكل ذي حق حقه وتسمح العمال لأنهم فعلا يعودوا عندهم منظمات حقيقية هي اللي تتكلم باسمهم وتمثلهم به اللي هم اللي أعطاها هذه معناها أنهم الغريب أن الموقف يعود عندهم موقف اليوم مناوي والله مناهض لهذا النوع، وعلى كل حال ما هم مفهوم ولا يقدر يفهم يكون السياق أنهم إذا عاد عندهم حسابات ضيقة إذا عاد عندهم امتيازات اللي يفقدوها نتيجة لهذا ربما يعود ذاك هو اللي يدفعهم إلى هذا التوجه. والحقيقة أنه ما هو مقبول ولا هو مضبوط ويسيء ولا يقدم الشيء لا للعمال الموريتاني ولا الحركة النقابية العمال في البلد. إذن هذا الرأي والرأي الآخر في ملاحظات المركزيات النقابية. لين أعطوكم تعقبوا سيد الوزير سوف نرجع للشنوف كانت عنده ملاحظات. شكرا. شفت خالق مولي مسألة طرق عليه هذا المرسوم هما قاع معا كانوا ما ظهر لهم قاع كانت فذانهم هو الحوار الاجتماعي سن القواعد اللي على أساسها يعدل الحوار الاجتماعي هذا المرسوم. النقابة محترمة أنفسها إلا تقراه وتخرصه ولين يعود فيه شيء ظاهر لها على أنه ما هو على المستوى اللي في الدول تجينا إذا هم عندنا المقررات لا ينعدلهم من تطبيقه يجون هم اللي ذاك اللي فهم كامل يا الله ينشاف مستعدين له. ثم جابكم مع هذه المركزيات وراء صدور المرسوم وراء صدور المرسوم ما جابرنا معهم. لماذا؟ ما فات عاد فهم حاجة لأن نجابروا معاهم لا نجابروا معاهم الساعة اللي عدلنا هيئنا مقررات
ندور نعيطوا لهم نقول لهم احنا ذا اللي هامنا نطبقوا ذا هو سابق وقع الوزير ها كل منكم عنده رأي فيه يقولون اللي منهم مستجاب وقدم لنا شيء بناء ندور ان شاء الله ولا نسجلوه به اللي رافد بينا لا اعلنا نسنوا قوانين صالحة للتطبيق ما رافد بينا الشيوخ واللي منهم هام وعلن الحال يتم الله بحاله الله يخرس كان القصره ومزالت خالق والله مات له يعني مو خالق ذيك السيبه وذاك الغلام وذاك الصه مات له خالق ولات المغضوب تفضل شنو نقطه اخرى نختار رايكم فيها نعم هذا المرسوم فيه عن الانتخابات تعود بشوط واحد والمدونة فيها عن يالله يعود شوطين والأقلبية النسبية هذا ما هو متناقض عندكم مع هذه الفلسفة شو ما هو متناقض اللي أرجع حتى على المدونة رجعت تلزم ولا نوضح له قضية الانتخابات اللي فيها الانتخابات اللي يعدل على أساس الممثلين العمال شوطين لماذا شوطين لياك الشوط الأول مفتوح للنقابات وفي حال فعلا ما جاء من العمال نصهم ما يعتبر ذاك الشوط ويفتح شوط آخر للعمال اللي ما هم تابعين للنقابة إذن بالنسبة لنا احنا اللي متنافسين عندنا لا النقابات نتيجتهم ذاك الشوط الأول هي اللي نقبضوا وعلى أساسها نحدوا تمثيليتهم يقال هم متابعين في داخل المؤسسة اللي ياك يعرفوا ممثل العمال لي ديليجي احنا اللي ندوروا تمثيلية النقابات إذن سان القانون على أن يعدل الشوط الأول ويشاركوا فيه لا النقابات ما يقدوا عمال ما هم تابعين النقابة لا كيفت في الأحزاب اللوائح الحرة يقال إلين في داخل مؤسسة ما يحضر 50% يعدل شوط ثاني لياك يفتح المجال للعمال اللي ما هم تابعين كانها خالقة ما زالت في هذا المرسوم في هذا المرسوم اللي هي 50% هذه فهمني هذا المرسوم لا يتخلط عليكم لي ديليغي ولا ريبريزونتاتيفي لا ريبريزونتاتيفيتي تحديدها بالنسبة للنقابات اللي لا يشاركوا في الشوط الأول كلهم لا ينقبوا نتيجتها هاي جبرت 10% جبرت 5% جبرت 20% كافي على أساس ونعرفوا ذيك النقابات اللي فهم تمثل ليدليجي ممثلين العمال إلى قدرنا عن خلقة انتخابات وجات 21 نقابة وشاركت حتى ولا فيهم اللي إجبار 10% قلتم توم هذا حلوا بالقانون شنو؟ ما عنده أي مشكلة ما فهم ذيك الشركة معنى الشركة ما فيها نقابة تمثل ما لابد أن تعود فيها معناها عن ذيك الشركة هامكم تراجعوا فيها الديمقراطية معناها عن ما تلات معناها عنكم يقد يتهموكم البعض عنكم تحاولوا عنكم شيئا فشيئا تقصوا إلى قلنا كيف يقولوا البعض من النقابات عندكم نقابة معدل هذا على أساسها وعن هذه النقابة ما يفهم عنها تعقب تعود رواية الثور الأحمر وذاك النوع من درى سؤال محدد يكان مقبول عن تعود مؤسسة في نظام ديمقراطي ما عندها مناديب العمال خاصة عنكم قلتوا عنكم قابضين أمثلة في المنطقة المغرب 6% في القطاع العام و3% في القطاع الخاص هذا اللي قبلتوا انتم مطبق في فرنسا وراولكم العلمكم الخاص المرسوم بالفرنسية لا كوبي كل حكما
من المرسوم الفرنسي اللي يعدل 83 ووقف 89 لا حكم كوبي كولي حتى عن المجلس هذا اللي عدلته اللي ما كان اللي ما معروف الصيغه لا يعدل فيها لا في ذاك المرسوم الفرنسي اللي طالعت عليه والحمد لله بعد اللي هذا فات خلقه في بلاد اخرى ما هم احنا لا حنين ولوا عنه حنين الانين يظهر ان احنا مولي لانه ما وصل احنا دور نولوا عنه لا لان مش لا شيء فيه المصلحه فهم مساله لا يتخلط عليكم انتخابات ممثلين العمال ولا ريبريزنتاتيف ممثلين العمال يقدوا يعودوا معاهم تابعين النقابة يقدوا يعودوا معاهم تابعين النقابة شركة كاملة فيها زايد على 10 عمال يعدلوا فيها انتخابات لياك نعرف ممثلين العمال فيها يغادوك الممثلين ما لا بد لهم يعودوا تابعين النقابة يغادي لين يجوا نقابات ويشاركوا في ذوك الانتخابات اللي ذكية النتيجة اللي جبروا ذوك الانتخابات في ذاك الشوط الأول هي اللي نعتبر احنا اللي عرفوا منهم أيهم هي اللي أكثر تمثيل ويقدوا كاملات ما يجبروا 50% ويعودوا لي دليق اللي فهم ما هو منهم وتعقب الشوط الثاني ينفتح للعمال الآخرين اللي ما هم تابعين النقابة ويشاركوا وتنجح لي حتى ذوك العمال اللي ما هم تابعين النقابة ليك اللي واضح لا لحظة سيد الوزير نضيفوا رأي تسجيلي آخر هذه المرة للسيد محمد أحمد السالك وهو الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيرة الموريتانية نتابع بسم الله الرحمن الرحيم محمد أحمد السالك الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيرة الموريتانية ولحظات على المرسوم عنه يفتقر للأهلية القانونية ومخالف للدستور الموريتاني الدستور الموريتاني يقول في المادة 57 في باب الرابع حول علاقة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يقول المادة 57 تدخل في مجال القانون ماذا يدخل مجال القانون أمور كثيرة ومن ضمنها بعد اللي يعنينا هون القواعد العامة المتعلقة بالقانون النقابي وقانون العمل والضمان الاجتماعي بالتالي مثل هذه الأمور القواعد العامة لا تقرر إلا بقانون في حين يجينا هذا المرسوم يقول في مادة الأولى إن غاية هذا المرسوم هي تقرير القواعد والمعايير المطبقة لتحديد تمديرية المنظمات النقابية بالتالي هو نص في مادة الأولى عنه يهدف إلى تقرير مجموعة من القواعد متعلق بهذه الأمور وهذه الحقيقة بنص المادة 57 من الدستور أن تدخل في مجال القانون هذه واحدة ملاحظة ثانية أنه بالإضافة إلى الأهلية الدستورية الأهلية القانونية هو جاءت الحكومة وشرحت قالت ويقصد بكذا وإن الهدف الحصري للنقابات المهنية في حين أن مدونة الشغل محدد هدف النقابات المهنية تالي عاد هذا النص الحكومة ما هو من اختصاصها دستوريا ومشات وجات وعادة تشرح إقرار القوانين من اختصاص البرلمان وشرحها من اختصاص السلطة التشريعية تالي هم الحكومة دخلت في ما هو مجالها هذا من حيث شكله من حيث مضمون واقع في كثير من التناقضات مع القوانين يجي ويقول عن انتخاب مناديب العمال عنه يتم من كل أربع انتخابات من كل أربع سنوات ومدونة الشغل تنص على انتخابات المناديب يتم كل سنتين وهذا كامل سببه على أن كانت ينبغي أن يبدأ المسار مراجعة مدونة الشغل قبل كل شيء مسألة الثانية أن الطريقة التي يتم بها هذا القرار الحقيقة هي طريقة عنجهية كنا في مسار من 2008 حاضر له مكتب الشغل الدولي المراجعة لتحديد الطريقة التي يتم بها التمثيل التمثيلية النقابية الموريتاني وتوافقنا لتشكيل لجنة ذلاثية تدرس النصوص حتى أن الهيئات المختصة المجلس الأعلى للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي اللي ناص مدونة الشغل عن كل المراسيم والمقررات والقوانين اللي بغي أن تمر به وإذا المرسوم ما مر به ذلك ذيك الساعة فتبدأ يدرس النصوص اللي لا يتحدد التمثيلية النقابية ومن أهم المقترحات المطروحة عن أول خطوة هي مراجعة مدونة الشغل إذن هذا النص اللي ذا هو لم تراجع فيه لم يمر على المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالإضافة لذاك العنو بالإضافة لهذا العنو المسار اللي كنا كاردين مشينا فيه 2008 مدة شهور توقف جاتنا طالعتنا الوزارة قبل شهرين وثلاثة بخطوات سريعة الرسالة اللي متحدثة عن التمثيلية النقابية معدل يوم 20 أغشت ومشاوها لنا جاتنا يوم 4 ما كان ما عندهم بلانتون وعقب توصلتنا 24 أغشت في الشهر الماضي
وعيطنا يوم الحد ومنين عاد يوم الخميس انا نشد خبره المرسوم يعني عاد يوم الخميس اقره مجلس الوزراء. اذا المسار هذا مسار غريب من الانقضاض. الملاحظه الاخرى انه لما اقرت الحكومه جاء الوزير وقال عنه بطلب من المنظمات النقابيه ناكد عن 18 مركزيه نقابيه قالت عنه ضد المرسوم ولا تقعد تعود ما قال ايش مخالف الدستور مخالف القانون وضد المسار اللي وعدل فيه وعدلنا مؤتمر صحفي يوم الاربعاء السابق اقراره. اخيرا التمس من رئيس الجمهوريه حامي الدستور بانه الحكومه تراجع الخطوه الماشيه فيها وطالب من البرلمان يحمي صلاحياته وطالب من السلطه القضائيه تحمي صلاحياتها. السلام عليكم ورحمه الله. إذن رأي السيد محمد أحمد والسالك وهو الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية. ردود سيد الوزير. شو لا ملاحظة الراهي اللي كان يتكلم شو ذا هو موقع الرسالة اللي عندك ومطالبيني بني عدل لا مراسيم ومقررات ما هم طالبين بقانون ينسن قانون شو رأي سنت ذا هو موقع هو نفسه الخلطة يلا تفهموا على هذا القوم ما هامهم على يقير شيء شاني مخال لماذا ذاك يعرفون له. اذا لين نعطوا سؤالين بشكل سريع نعطوا الوزير تلخيص ضجه كامله. هي الحكومه عنها من 2008 عندها غلاف مالي تخصه لدعم النقابات 60 مليون رقيه اظن ولانه الوزير اللي كان في 2008 وزعوا بالتساوي بين 21 نقابه سواء من هذاك اللي ما عنده اي ممثل بس من هذاك اللي عنده ممثل وتماش عليه لان عرض كانت مكتوبه في السنه ايش عدلتوا فيه خصوصا انه في شيء يتعلق بالضمان الاجتماعي لبعض العمال ذكوات ما عرف كانت مكتوبه هذه السنه كانكم تطبيق كانكم مشيتوا على نفس الخطوه وزعتوا الغلاف المالي على نفس النقابات والله قبضتوا فيه اجراءات اخرى. هاي السنه وزعناها عليهم بالتساوي متقادين في كامل اللي ما عندنا معيار يحدد على ان نزيد ذاك عن ذاك يا غير مولي. هذا النص اللي ذا هو ما قال على ذاك المبلغ يتم يوزع على هذا ذاك المبلغ ما نسمع واللي طامع به قد لا يتم طامع به. المقرر الجاي ما يتحدث عنه لا المقرر الجاي لا يحدد الا انتخابات ممثلين العمال ضمن تخمام عند القطاع انتخابات في الوظيفه العموميه الطريقه اللي يلا نستنوا به ضمن تخمام عند القطاع فيما يتعلق بالغلاف المالي وشكليه التوزيع الغلاف المالي فمن بعد تخمام ضمن تخمام على ان تم نحدوا اهداف لتوعيه العمال واللي من النقابات مشات في ذاك وعدلته كيد الشارج يعود يحق لها فانها تستفاد منه ان شاء الله. ربما سؤال اخير. نعم. شنوف تفضل. سابق نسول ما في تشكيك في نيه القانون ونعرفوا عن اي محاوله للاصلاح والله التحريك اي قطاع لا بد من تكون الحس غير نحن اللي شايفين على الاساس ذا اللي خلق الطريقة اللي عدل بها قد يعود ما هي الطرق الطبيعية وغير ما لنا راجعين لها إذا ما لنا شادين قبار خالقة مادة هوناتية قابل نقباها معناها شنو يعتبر كل اتفاق لم يصادق عليه كأن لم يكن نعرفه في المراسم رقم 32 نعرفه في المراسم العادية عن أي قانون أي قانون أو شيء مخالف القانون التالي يعتبر هذا الأخر إنشائي ما فهمته المسألة الأخرى خليني أجاوبك على والله غير المادة 32 قلت ياك نعود وافين نهائيا لم يكن. رواية دائما تنطرح عن وزارة الوظيفة العمومية واسمحونا ندخلوا في شخصنة الأمور شوي عنها الوزارة الوحيدة اللي الله تعود متابعة الأمور القانونية اللي تعني الوظيفة العمومية بشكل كامل
ما قد حد يشوف على رئيس الجمهورية عن نعين وزير الوظيفة العمومية ما هو تابع الوظيفة العمومية، لأنه 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 منصب سياسي وذاك عادي. غير اللي لاحظنا عن مدير الشغل عنه ما هو تابع الوظيفة العمومية، وعنه ولا الأهمية هون ما هي تبعيته الوظيفة العمومية ولا هي شخصنت الأمور معه. المهم عن في القانون يلا يعود حد محلف ياك يعود يقد يوقع ذاك الأساس، هو ضرك يوقع ما هو محلف، ما هو مفتش الشغل اللي محلفين على ذنه. نختاروا ردكم واسمحوا لنا على الشخص هنا غير لا وعلى كل حال يطلب الوزير نذيله بشويه، لكن اتفقت النظام ما عندي مانع من طرحيه سؤال، لكن هي حلقه مخصصينها بالذات المشروع المرسوم الخاص بتمثيليه المركزيات النقابيه، فهم كم كبير يعني من الاسئله متعلقه بامور ما هي بعيده من الاشياء اللي طرح زميلي والبعض طرح قضايا. هذا الشخص معني بالمرسوم، كنت ما عندي مانع ان ربما نخصه حلقه اخرى والحديث عن وظيفه المرسوم. ما يقد حد يشكك في كفاءته حسب اللي قالنا عنه. اذا لا نعطوه، مازالوا عندنا اربع دقائق. اذا كفاءتكم طيب انتم معالي الوزير فقط جانب نفس السؤال تقريبا نفس الاتجاه. اولا سيد الوزير على الطريقه معالي الوزير لو سمحت نزيدوا بجمله واحده راكم تعودوا الوقت لو سمحتوا. لا عن نفس قانون الوظيفه العموميه يسن عن الاكتتاب في الوظيفه العموميه خلق الله عن طريق المسابقه الا للوظائف اللي حدد القانون اللي لمصلحياتها المرسوم الرئاسي. اليوم عاد خارج تلاعب ولا زاد نوع من الحيل القانونيه مع هذا القانون، عاد يعين لقاش في مجلس الوزراء رئيس مصلحه مع جاي من المبديه مباشره، اذا يعني اكتتب ودخل الوظيفه العموميه حكما ولا دخل عقب الله يعدل اموره وتمشي خير. والمساله الثانيه هي هذو الناس اللي تقاعدوا كاملين استفادوا من التقاعد يسوى في الجيش يسوى في القطاعات الحكوميه الاخرى وينعلوا من جديد يشقروا مناصب اخرى، اما رئاسه مجلس اداره اما كذا اما كذا اما حتى وظائف تنفيذيه في الحكومه، هم كلهم عاد تقاعد في مجال اخر. اذا معالي الوزير عنده دقائق محدوده تفضل. شكرا. انا لهنا ارجع على الطريقه اللي يعدل بها المرسوم. الطريقه اللي يعدل بها المرسوم ما يعدل بطريقه ما هي قانونيه. القانون وذا هو بين ايديكم. ما هو حاد ان هذا تحديد التمثيليه النقابيه على انها توخض على المجلس الوطني للشغل ابدا من صلاحيات الوزير، والوزير هون حدد المعايير اللي ياك تعود به اللي الماده 90 قرار الوزير قابل للطعن ولا بد من يعود فاتحدد المعايير اللي ياك لا طعن فيه نعرف المعايير اللي قبض عليها اساسا اي شيء. اذا المشاورات خلقوا يا غير الله نقولوا الحق لان الناس ما تبغي شيء يتغير، هذا هو الحق. فيما يعني اللي خاص كافي اللي قلت انت شهدت انت بكفاءته، وانا له نضيف لك مثل العلمك على انه لا من القطاع به اللي إطار من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذن لا من إطار من أطر إدارة الشغل، وهنا اللي مطلوب إلا الكفاءة. من تعود الكفاءة خارجة ذاك الأخر. إذا ربما ملاحظة أخيرة نكتفي بهذا القدر لأن وقت البرنامج انتهى. إذا عدت عندكم ملاحظة أخيرة فيما يتعلق به نقاش الملاحظات اللي تابعنا مسجلة ملاحظتي إلا يلا العمال وأرباب العمل يعرفوا علينا لا خالق إلا التفاوض، إذا هو نسن لهم ونسن لهم الطريقة اللي يعدل بها ومدري عمات لا خالق لا خالق إلا القانون، واللي منها عاطيه القانون شي هو إلا هي شغل كلها يا الله يقدم قدام ولا يتكلم بسم الله حد قاد يحمل حجته ويدافع عنها وعد عنده قدرة على أنه يقنع شريكه. إذا المرحلة المقبلة في ضوء هذه الملاحظات اللي تابعنا
من دركان كم يسمعوا مع هذه النقابات، من دركان فم حوار يتفتحون معاهم، يعني يفتحون معاهم حق ولهن يجبروهم وابوابنا مفتحه لهم، وكل اللي لهن عدلوا الين ما يجون ندورون ندخلوا عليهم اللي يطرحون بين ايديهم، سابقي وقع وسابقي وعدل، اللي منهم باغي يشاركنا يدور يجي ويدور يعطينا رايه، ولا احنا لهن نزرقوه لين يعود شيء معاوننا في اللي بين ايدينا، ولين يعود لا يبقي العياط والسكه عنده فيها الحق يقسم لا عياط وسكه. إذن إلى هذا الحد نصل أيها السادة لنهاية هذه الحلقة الخاصة من برنامج ملفات. كما أشرنا في التقديم، أثار مشروع المرسوم المتعلق بتحديد تمثيلية المركزيات النقابية أخذا وردا في صفوف المركزيات بين مبارك ومتحفظ ورافض، حاول استجلاء الموضوع من خلال الحلقة في نقاش بين أطراف ثلاثة، رأي الحكومة ممثلة في وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، وملاحظات المركزيات النقابية التي قدمناها على شكل عناصر مسجلة تم تقديم الردود عليها، ثم تساؤلات واستنتاجات الإعلاميين من خلال رأي إعلاميين بارزين حضر هذا اللقاء. في نهاية هذه الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل للسيد وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدنا علي محمد خونة، شكرا على تلبية الدعوة. شكرا. الشكر موصول لزميلي موسى صنبسي وهو المدير الناشر ليومية لكوتيدين دنواكشوت، شكرا موسى، وزميلي شنوف المالوكيف المدير الناشر لموقع الطواري، شكرا. شكرا لكم جميعا أيها السادة، وإلى لقاء آخر، هذه تحياتنا والسلام عليكم.